إلى دولة الإمارات وتحديدا إلى إمارة دبي، إلى سيح السلم وإلى كأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 160 كيلو متر. هذا الكأس الغالي، هذا الكأس القوي، هذا الكأس اللي كل الاسطبلات تنافس بأنها تفوز فيه، لأنه كل الخيول اللي موجودة بهذا السباق بتكون من أفضل الخيول. لذلك سيف المزروعي اتألق بهذا الحفل وخطف هذا الكأس الغالي على قلوب كل ملاك الخيل وعلى قلب فارس العرب الشيخ محمد بن راشد المكتوم. توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الفارس سيف المزروعي بطلا للنسخة 11 من كأس محمد بن راشد للقدرة على مسافة 160 كيلو متر، وذلك في ختام مهرجان سموه الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 360 فارسا وفارسة ونخبة من أفضل فرسان القدرة العالميين وأبطال الإمارات والعالم العربي ودول الخليج يمثلون 32 دولة. وتمكن الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد نوبولي ديل ما لاستبل MRM من قطع مسافة السباق بمعدل سرعة 24.47 كيلو متر بالساعة، وجاء بالمركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة فاران لاستبلات F3، وحل في المركز الثالث الفارس سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة الجواد نابي ديكاسو لاستبلات MRM.